تريس. غيركم ولا هيك خاشب جابها من ورانا ولا كيف؟ شكلها سهرية أمس، هذا زعما الكبيدة. أعرف يا ولاد، اللي كنت في زحمة المصرف شاد هذاك الطابور الطويل. شكلها شدت معاك في فلوس يا بوها. أكيد واسقة بتعشينا حوت الليلة. تنقول لكم طابور طويل وما باش يتم، أسبوع نصب خيمتي ونفس الطابور ما تحركش من مكانه. بالك جايبين دولار. يورو وأنت الصادق. دينا يورو ولا دولار. دي هم غير يجيبوننا الدينار. وجاك الدينار بطوبطة. السلام عليكم. شكلك نين اليوم، يعني قابض. اكيد صاحبنا عنده واسطة قوية ولا دفارة شوية عكشة. قابض شيني ورشوة شيني. دي ما تدورهمش، كنا نحكوا على المصرف والزحمة، اسبوع ما فيش سيولة. عندكم علم السبب الرئيسي في نقص السيولة هي الظروف اللي تمر بها البلاد والامن يا بوع. دي باي وش ندخلنا في اليمن يا صلوح. يقول لك امن مش يمن يا راجل. ايه اصلا هي كلها نفس القصة، كلها ما عندهاش سيولة. يوم تمشي المنظومة واقفة، ويوم فلوس ما فيش، ويوم خطفوا ود المدير، ويوم يهدوا على المصرف. هدوا على المصرف. جتني فكرة يا ولاد. فكرة شنو هذه؟ شي طارت الفكرة. ثم لا حتى انا بنطير معاه، هاي نستاذنك. اسمه يا ولاد، نبو سيارة مليحة وسلاح. تم يا قدر، هادو ما عندي، لكن شو بتدير بيهم؟ بنديروا بيهم بوابة في شارع المصرف، وين ما تجي سيارة الفلوس انفجرها. يا غبي هيك بنحرقوهم الفلوس. اسمع، غدوة زي هالوقت بنديروا العملية يا ولاد. تم يا قدر. توا يا ولاد بنلبدوا راس السيارة، وأول ما تطلع سيارة الفلوس انكزوا عليها وانك تحبها. تم يا بوعة. السلام عليكم. دو شن جابها هذا؟ شن هالسلاح وجو الكوماندوس هذا؟ قلنا خلي نطلع ونحمو سيارة الفلوس اللي جاية. بارك الله فيكم، لكن مش ضروري، خلاص الجماعة مكفين وموفين. نعم؟ جماعة شنو؟ الجيش والشرطة. قصكم انتم مسمعتوش؟ شن صار؟ شدوا عصابة متكونة من 3 انفار يخططوا بيخنبوا سيارة مصرف. كيف؟ 3؟ وشن صار لهم؟ واحد جات رصاصة في راسه، والثاني عطوها له في قلبه، والأخير فتفتوه برمان. ولا ماليني هذا البوهر اللي بيطربق عليها. دي مصر يا ولاد، بعتوني دي قال لكم طربقوهم خلاص. ها شن تقول يا بوعة؟ شكلك كنت ناوي على حاجة. ايه ماما، مش قلت لك نبو نبتوا الامن والامان؟ انت باش تبت الامن والامان لازم ما تسلم سلاحك للدولة، وننهوا المظاهر المسلحة والميليشيات هكي بس، حتقوم دولتنا وننهوا مشكلة السيولة.